شاء الله ربي يتممها على خير. وان شاء الله ما فما كان الباهي، وان شاء الله ما فما كان الخير. لا ما عنديش فكرة ناحية السياسة جمال. تصورش اللي الوضعية باش تكون باهية، وإلا معناها إن شاء الله نكونوا متفائلين، وإن شاء الله تتعدى معناها أجواء باهية، وإن شاء الله نعيشوا معناها شعب الكل مع بعضنا ومتفاهمين. أما بوادر معناها بوادر سيئة، معناها وصلت عبيد تقتل في بعضها، ولي وترى أنت على الفيسبوك عبيد تقول لك أسمعني بلي حضر المولوتوف، كي ترى واحد تجمعي أقتله، معناها فريمون سي با نورمال، وصلنا نخمو بالطريقة هذه. توقع الخير، توقع الخير. الانتخابات 23 اكتوبر، نهار اللي قطع بن علي 14 جانفي، كيف معناها فهمتني، انقلاب جديد وكهو، عباد باش تخرج تعارك، تحب على طرف كراسي مع المجموعه اللي عندها الكراسي وكهو معناها. اما المشاكل الاساسيه اللي قامت عليها الثوره نتاع البطاله والفقر والجوع والهم والحرية اللي هي تنجم تكون كمطلقة، ما فما حتى حل فيها. هو حتى الناس كانت تخرج وتضرب وتعمل ولو انه هذا بيدو فل في الشك. اما نتصور انا كشخص معناتها انه بالحق المشاكل الاساسية متاع الناس ما هيش باش تتحل، وما زالت ما هيش باش تتحل. انتخابات والله ما نعرف، وان شاء الله خذ كل خير ان شاء الله. خطر ما يصير حتى شيء. خطر ان شاء الله المعارضة بركة، المعارضة والعباد اللي عاملين فزاعة وكل شيء. خلوا بلاد راك هكا. 23 اكتوبر ان شاء الله مش يكون نهار باهي، نهار تاريخي في تونس، وان شاء الله التوانسه الكل يفرحوا بالنهار هذايا، ان شاء الله ما يصير حتى شيء، الناس الكل تتفاهم. ما يصير حتى شيء. ها؟ ما يصير حتى شيء. والله نصور باش تعدي عادي، فهمت؟ من الشعب التونسي، خاطر الشعب عودنا ما يعملش مشاكل. فما ثورة ولا وعد. يسمح لي هنا بس. والله 23 ان شاء الله يكون خير علينا وعلى التوانسة، وكيفنا نحن معناها في القطاع الخاص هذا بتاع رفقاوي واحد والسرونات، فهمتني؟ ان شاء الله ما فماش مشاكل، وان شاء الله يتعدى على خير. نصبح الخير وواحد منا فينا معناها يلزموا يساعدوا روحنا. باهي صعب بالنسبة للتوقعات، بقلت ربي ماهوش باش يصير حتى شيء، أما بالله سيبونا من 23 و 26 بالله تلاهوا شوية بالشعب، اللي الشعب اللي ماكلته الصبات، فهمتني؟ والفقر والميزيريا وما ثماش فلوس، وهما فهمتني عندهم الفلوس، واقل واحد فيهم يخلص في 12 مليون ويتعاركوا على الكراسي وكل شيء، ومشى ضحيه الشعب نتاعهم. ما عندهم مسير شيء يا خويا، زرت مسير كان باهي. انا نقول لك ان شاء الله لاباس وربي يستر، حاجه واحده ربي يستر. الشعب ما عادش قابلهم خويا، ونقولوا لهم افهموا رواحكم وحدكم، خير ما تتقلب البلاد وندخلوا في مداخلات اخرين ويصير اللي ما نحبوش يصير معناها. دونك سي راكم ما عادش مقبولين، راه ما عادش قبلكم لا الزوالي لا الاسلامي لا الكافر كما تقولوا انتوما، لا حتى حد ما عادش قبلكم. لاباس ماهوش بيصير حتى شيء 23 اكتوبر، حول الله. بلا تاخ مش بيصير حتى شيء، ترونكيل. ان شاء الله ما يصير كان بخير. ان شاء الله ما فما حتى شيء، ان شاء الله تعدى باللطف. لما حال انا باش نعجم من اللحيه باش نولي سلف، يعني نحضر في روحي من تو، خاطر برشا يحضروا في رواحهم. اما ان شاء الله تعدى بالسهل، ان شاء الله ربي يوصل بالسهل نهار 23، نهار عيد ميلادي راه 23. قلت ربي كل شيء لاباس، ان شاء الله لاباس كل شيء. ان شاء الله شيء ما يصير، شيء ما يصير. 23 اكتوبر، انا نحكي لك نقول لك تونس في مهب الريح برك. الناس ما قبلية ترجع العالم، وشمالية ترجع العالم. سيروا اللطف والعفو، ما نقول لهم يا ربي ركحوا لنا البلاد. لو اعلم انا مش متفائل الحقيقة، فهمت مش متفائل، علاش؟ على خاطر احنا اللي حابين ننهيو عليه اللي هو التفرقه والتحزب، هذايا ماشي كان بالشر، عمله التفرقه والتحزب ماشي بخير. علاش؟ خاطر ديما فما خلافات، وديما فما يعني تناقضات، وديما فما تقعد ديما فما اتهامات، وديما فما صحيح فما ناس شرفاء، لكن فما ناس ماهمش شرفاء، فهمت؟ يعني مخلطه برشا، يعني هذاك عليه ما مش سهل خير، فهمت؟ واكثر الناس مش شرفاء الا ما رحم ربي. اللي ذا انا مش متفائل. والله نتصور تكون امور عاديه معناها، فهمتني؟ سيرتو بعد التصريح بموعد انتخابات واحد، معناها نتصور تكون امور عاديه. 23 باش تدخل بعد. صحفه لبلب.